زي ما بيقولوا كده في عندنا امثال لطيفه قوي تقول لك اللي خلف ما ماتش، وفي الاعظم من كده انه بالفعل الفنان لا يرحل على الاطلاق، يظل وجوده بيفرض نفسه علينا طوال الوقت. يعني معنا عايز اقول نجمتين، بس فيهم نجمه انا شخصيا حقيقي بجد ليا الشرف قوي انها النهارده معانا واننا بنلتقي بيها، لاني يعني كل ما بشوفها بندهش للغايه، بحس بدهشه غير عاديه. يعني ايه الموهبه العجيبه اللي جواها وايه كم الصدق اللي بتؤدي بيه ده؟ احنا معانا عائله الفنان الكبير العظيم الملك فريد شوقي، معنا ابنته النجمه ناهد فريد شوقي المنتجة الكبيرة صاحبة الأعمال الهادفة، ومعنا يعني آخر العنقود بس هأجلها شوية، ومعنا النجمة ناهد السباعي. نودي ولا ناهد؟ الاثنين كويسين حلوين. طب نقول بقى بجد يعني حقيقي ابن الوز عوام؟ اه عوام خالص، ده طلع مش عوام بس. يعني مرات عديدة انا رفعت سماعة التليفون علشان اكلمك واقول لك يعني ان انا يعني قد ايه سعيد جدا 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 بخطواتها. عايز اقول النهارده يعني خلوني على غير العاده اروح لمنطقه في الحوار متعلقه بانه المهرجانات السينمائيه شايفين ازاي انها ممكن تخدم المنتج المصري اللي هو 100%، يعني مع عوده شعار صنع في مصر. عايز اقول وحضرتك من ضمن الكبار المساهمين في هذه الصناعه، كيف بتري ان المهرجان ده ازاي ممكن يخدم هذه الصناعه؟ طبعا هو حافز لاي منتج ان فيلمه يترشح للمهرجان ويقدر ان هو يخش فيه، فبالتالي بيبقى حافز ان هو يجيد، زائد انها بتبقى فرصه ان الناس كتير بتتفرج. يمكن في العرض العادي السينمائي في وسط البلد وكده مش كل الناس بتقدر تروح تشوف، بس ايام المهرجانات اعتقد له جمهور خاص. انت حريصه على انك انت تتابعي المهرجان بكافه فعالياته؟ والله انا لو مش بصور هعمل ده جدا، انا لو ما عنديش تصوير هبقى يعني مهتمه ان انا احضر كل الافلام زي ما بعمل انا لما بسافر في مهرجانات. انا الحمد لله لسه جايه من لندن، ولسه جايه من لندن فيلم فيستيفال، ولسه جايه من كارتاج فيلم فيستيفال، وساعات ببقى لو عندي وقت ببقى حريصه ان انا احضر. وانا شايفه انه انا بحب مهرجان القاهره جدا، مهرجان القاهره من اهم واقدم المهرجانات، وترتيبه في المهرجانات الدوليه من الاوائل المهرجانات، ده على حد علمي يعني، لانه قديم جدا، ولان ده كل ما المهرجان يقدم كل ما قيمته بتزيد. فانا مبسوطه ان فيلمنا هو بيشارك فيلم افتتاح، ودي حاجه كبيره قوي، معنى ان احنا بنشارك في الافتتاح انه الفيلم عاجب الناس جدا، وان هم بيخلوا يفتتحوا بيه المهرجان. انا نفسي الاستاذه ناهد تقدم لنا هذا الوجه الجديد، وهل هو بالفعل يعني بتهيئوه للدخول مره اخرى لعالم السينما؟ حفيدتي دي حفيدتي رؤية احمد صبري، وعلى فكره هي رغم انها لسه بتدرس بس برضه راحت خدت ورشه تمثيل، فواضح ان العيله حتى لو مش هنمثل لازم ندرس تمثيل، يعني لازم لازم ندرس نتفرج. رؤية انت ناويه تمثلي ان شاء الله لما اكبر؟ حابه يعني، يعني حاسه ان انت عندك الموهبه؟ تفتكروا انه وجود عنصر ما من عناصر العمل الفني ومحقق درجه من الشهره كبيره زي يعني العملاقين الرحيلين الاستاذ فريد شوقي ومدام هدى سلطان، هل ده سهل حاجه، سهل امرا ما، ولا الموهبه بتعلن عن نفسها لوحدها؟ لا معلش، هو صعب مش سهل. صعب طبعا، لانه دايما اولاد الفنانين حكم الناس عليهم بيبقى بالمقارنه بالاصل، وطبعا احنا مش ممكن نوصل للاصل بالنسبه لكل اولاد الفنانين، فهي اصعب، هي ممكن تكون المناخ البيئه بيساعدهم، لكن هي اصعب من حيث تقبل الجمهور. يعني ناهد كانت حريصه في الاول انها ما تبقاش معروف انها حفيد فريد شوقي، وكانت بتروح من لوحدها تعمل امتحانات عشان تخش تاخد الدور ده او ده. ابتدت الناس بعد ما ناهد الحمد لله بقت كويسه تعرف انها بقت حفيده فريد شوقي، فهي شيء بيصعب مش بيسهل من وجهه نظري يعني. قد يسهل الدخول ولكنه لا يسهل الاستمرار.
ناد وجود فيلمك في حفل الافتتاح اليوم ده بيديكي احساس بانك انت سعاده مضاعفه ولا خوف من فكره انك كنت تفضلي انه يعرض جماهيريا الاول؟ لا الاثنين. وبعدين هو احنا نطول يبقى عندنا عرض خاص كبير قوي كده؟ لا ده احلى عرض خاص في الدنيا يعني. عاده العرض الخاص بيبقى في سينما على قدنا، لكن دلوقتي انت الناس كلها من 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 جميع انحاء العالم بتتفرج على الفيلم الافتتاح اللي هو فيلم يا لهوي. لا شيء مخيف. طب قولي لي يا ناهد بقى بصراحه، يعني عندك طموح لايه في السينما؟ يعني مثلا انت النهارده عملتي مع نجمه كبيره زي الهام شاهين وهي بتنتج الفيلم، نفسي انك تقولي لي انت طموحك ايه مستقبلا في السينما؟ انا طموحي إيه؟ غريبه جدا على عكس ناس كتير. مش طموحي ان انا اشتغل او ان انا اشتغل في افلام في هوليوود. انا طموحي ان بافلامي اخذوا الحته دي، وده اللي انا عملته فعلا. انا دلوقتي الحمد لله معروض عليا افلام بره مصر لانهم شافوني في افلام مصريه ومن غير ما يبقى عندي ايجنت بره مصر. انا الايجنت بتاعي بس عمرو ورا، وانا دلوقتي المفروض ان انا باذن الله عندي فيلم مش مصري، وعرفوني من خلال الافلام اللي في المهرجانات اللي هي مش مصريه، اللي سوري اللي هي مصريه. فانا احب ان انا لما اجي الناس تعرف ناهد السباعي تعرف ناهد السباعي من خلال افلامها المصريه، مش من خلال ان انا اشتغل في افلام اجنبيه. المرحله اللي جايه اشتغل في افلام اجنبيه بس ابقى معروف ان انا عملت الافلام المهمه اللي بتعيش. احب طبعا اعمل افلام خفيفه ولايت، وده نفسي اعمل ده، وبدليل ان انا عملت هبه رجل الغراب ولسه ما زلت بعمل هبه رجل الغراب. بس انا ممثل احب اعمل الافلام اللي بتعيش، الافلام اللي بتاخد جوائز، الافلام اللي بتاخد مهرجانات، واحب في نفس الوقت ان انا اعمل هبه رجل الغراب، حاجه للاطفال للعائلات، حاجه بسيطه الناس تحبها. عايزه ابقى بعمل ده، ويا رب. انا الحمد لله شايف ان انا ماشي شويه فيه كويس. بس طب يعني ده يعني نقول لجمهور اليوتيوب انه خبر حصري لقناة المهرجان ان ناهد السباعي النجمة الجميلة حفيدة النجم الكبير فريد شوقي والنجمة الكبيرة هدى سلطان تستعد لان تخوض العالمية. سعدت بيكم جدا جدا واسعدتوني. دايما سعداء بيك. ربنا يخليكي. واعزائي المشاهدي قناة المهرجان على اليوتيوب ابقوا معنا.